في إطار المراقبة العامة للإقليم ومن أجل مكافحة ظاهرة المضاربة بالسلع الأساسية ذات الاستهلاك الواسع وحماية المستهلك، تمكن عناصر فرقة حماية البيئة للدرك الوطني بالجزائر من حجز كمية معتبرة من مادة السكر المدعم. العملية جاءت بعد ورود معلومات مؤكدة للفرقة مفادها قيام شركة مختصة في الإنتاج الخرساني يقوم أصحابها باقتناء وتخزين مادة السكر المدعم واستعماله كبديل لمادة كيميائية في صناعة المضافات على الخرسانة. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية والاستعانة بأعوان التجارة لولاية الجزائر، تم مداهمة الشركة أين تم ضبط وحجز 11250 كيلوغرام من مادة السكر الغذائي و34 ألف لتر من المضاف الخرساني المصنوع من مادة السكر، مع توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم. بعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، سيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية.